اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. يوم صوب مسالي جوانب مؤسسة مالي في الأجر. اليوم قواهم وعيدهم القلب الشهر يوم 23/12/2020. قواهم قواهم 7 جمادي الأول. أسرع عيدي لولا يا واسد يا خبر علي المستمر في حسينية مؤسسة مالك الأشتر لإحياء الشعائر الحسينية. اليوم بوم لصوب جوانب مؤسسة مالك الأشتر التي تبرع بها المهندس مدير بلدية محافظة ميسان مشكورا، وإن شاء الله هذه الاستعدادات تأتي لإقامة شعيرة شهادة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وأم الحسن والحسين، وجزاهم الله خير جزاء المحسنين، ونشكر الأخوة القائمين على هذا العمل المبارك. يا الله، اليوم 23/12/2020، هذا العمل مستمر.